عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم. الغلو، فإنما أهلك، الهلاك هنا ما نوعه؟ أهلاك حسي أم هلاك معنوي؟ فإنما أهلك، الهلاك هنا يحتمل الأمرين، يحتمل الهلاك الحسي فمن غلا فهو عروة لإهلاك الله عز وجل له بعقوبة من عنده، ويحتمل أن يكون للهلاك المعنوي، فإن الغلو يهلك دين الإنسان، وإذا أهلك دين الإنسان ترتب عليه الهلاك الحسي.